كابتن يوسف محمود، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك حبيبي. هذا الموسم دوري مختلف، لا ليغا، محترفين، وايضا ادخال منظومه الفار وتطوير الملاعب ايضا. شلون شفته؟ شنو رايك به؟ شلون شفت التحضيرات له؟ بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، اكيد طبعا احنا شغل وشاغل عندنا وتطوير الدوري وتطوير فئة الدوري لأعلى. الكل يعرف أنه الآن الدوريات، خاصة الدوريات القريبة علينا والدوريات عامة في آسيا، هي متطورة جدا. احنا نحاول نواكب هذا الموضوع، ومثل ما شفتوا هاي السنة كان حراك قوي في دخول الملاعب بالصيانة على مستوى عالي مع الإخوان في الليغا بالشراكة، وأيضا دخول منظومة الفار، أيضا تطوير الحكام الموارد البشرية بالكفاءات اللي موجودة، نحاول ندرب على مستوى حتى يكون تنظيم المباراة بمستوى عالي. كابتن، اليوم الكثير من اللاعبين الشباب يقتدون بيك، انت اسطورة كبيرة، اسطورة آسيوية، شنو تحب توجه لهم نصائح؟ النصائح طبعا اكيد انه الالتزام بالقوانين الموجودة والالتزام بالتطور الموجود حتى نقدر نستمر بهالاستمرارية. تعرف الان احنا قطعنا شوط جيد بالنسبة لنا من خلال الدوري ومن خلال المنتخبات ومن خلال التطوير. الان احنا داخلين على مرحلة الفئات السنية العمرية، يعني يحتاج الى شغل كبير، لان تعرف هاي الاعمار يحتاج الى اهتمام اكثر من الدوريات الاولى. احنا الان الملف متكامل، وان شاء الله الايام القادمة راح تشوفون هذا الملف راح يكون على ارض الواقع. شكرا جزيلا، نتمنى لك كل التوفيق. حبيبي الله يخليك.